خلوني بقى اتكلم على الطموحات والامال اللي يعني تولدت في نفوس الأهلوية بعد القرار اللي اتخذته إدارة النادي ولجنة التخطيط وإدارة الكرة يعني بتولي الكابتن محمد رمضان ملف أو منصب المدير الرياضي. ومنصب المدير الرياضي يعني ملف الكرة، لأنه مش بس فيما يخص الفريق الأول، لكن الكابتن رمضان تولى كل شيء خاص به، صلاحيات مدير الكرة، لجنة السكاوتينج، لجنة التعاقدات، كل شيء هتمر من خلال إدارة واحدة أو شخص واحد. الأهلي صب كل الأمور الخاصة بفريق كرة القدم في مكان واحد، وربما كان ده من الحاجات اللي بيفتقدها النادي الأهلي كنادي كبير ونادي تضخم وتفحل في شؤون كرة القدم بحكم التاريخ وبحكم الإنجازات وبحكم التطور الكبير جدا في السنوات الأخيرة في إحراز البطولات. فأصبح الموضوع محتاج تطوير كمان في الشكل الإداري للنادي ولفريق الكرة، وده اللي هيقوم به الكابتن محمد رمضان. سبق وقلت لكم كابتن رمضان أنا من الناس اللي عشرت الفترة سواء كان لاعب أو لما تولى مهمة مدير الكرة أو حتى بعد كده في أكتر من مكان تولى في المناصب الإدارية، وبيمتاز بقوة الشخصية مع الهدوء الشديد، ودي يعني من الحاجات اللي قلما تجدها، يا إما قوي الشخصية هو عصبي، يا إما متوسط الشخصية أو ضعيف الشخصية وهادي. لكن الكابتن رمضان دايما ياخد الأمور بهدوء وفي نفس الوقت شخصيته قوية جدا، وزي ما قلت لكم عنده ميزة كبيرة جدا أنه مطلع غير عادي على اللوائح وعلى الأمور الإدارية، يعني بيستطيع أنه هو يعني يدرس الملفات بشكل قوي جدا ويطورها بشكل كبير جدا جدا جدا. عشان كده النظام الجديد او حسب النظام الاهلاوي الجديد في كره القدم اللي بتولاه كابتن محمد رمضان عامل نوع من التفاؤل الشديد لدى جمهور. معايا على التليفون الكابتن رمضان في اول ظهور ليه، والحقيقه من الشخصيات المحببه لكل الاهلاويه ولكل عشاق كره القدم وايضا للاعلام المصري. كابتن رمضان مساء الفل. مساء الخير، ازيك يا استاذ محمد؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا سعيد بالمداخله اولا. الله يكرمك. الله يخليك. ثانيا يعني الحقيقه في تفاؤل كبير جدا مش بس بنجاح تجربتك مع النادي الاهلي، لكن بنجاح فكره المدير الرياضي للانديه الكبيره، والفكره دي موجوده في اوروبا دلوقتي وتساهم بشكل يعني كبير جدا في تطوير كره القدم في الانديه الاوروبيه الكبيره، واعتقد دي اول مره يبقى في منصب بهذه الصلاحيات في الانديه المصريه. فالتجربه بتاعتك بنعول عليها كتير بحيث انها تكرر في الانديه الشعبيه المصريه الاخرى يعني. ان شاء الله اتمنى يعني. ان شاء الله اتمنى يعني اكون على حسن ظن التفاؤل اللي موجود بوجودي في هذا المنصب. وربنا الموفق يعني الفتره اللي جايه، وانا جاي على الظروف الوقت بتاعها صعب. لكن جاي على فريق ومدير فني عاملين نتائج كبيره، من اكبر النتائج اللي كانت متحققه في تاريخ النادي الاهلي في اخر 20 سنه. مظبوط. فاذا كان في اخطاء او في بعض السلبيات الموجوده مش عايزين نخفي حق الناس في النجاحات اللي هم حققوها للنادي الاهلي. طبعا طبعا. طب كابتن رمضان الاول يعني تعريف المدير الرياضي، يعني الناس متخيله ان هو نفس فكره مدير الكوره بس بمسمى اخر تقديرا لكابتن رمضان. يعني بعض الناس فاكره ان حضرتك واخد التايتل ده على اعتبار ان كلمه مدير كوره صغيره عليك فيقول نقول مدير رياضي. لا هو فدينا توصيف يعني للمهام عشان الناس تفهم. المدير الرياضي موجود في اوروبا من عشرات السنين، مش لسه جديد ولا حاجه. بيختلف بس المواصفات بتاعته والصلاحيات بتاعته في الانديه، الكبيره اللي هي بتسعى للحصول على البطوله بيبقى غالب عليها الفكره انها تاخد البطوله عن الاستثمار. الفرق الانديه اللي هي المتوسطه بيبقى الاستثمار هو اللي غالب. تمام. بمعنى ان بيبقى في ربط ما بين الفريق الاول وقطاع الناشئين بره في الدول الانديه الكبيره في اوروبا او في انجلترا، اسبانيا، المانيا، الدول الكبيره دي. غالبا في السنه ما بيطلعوش غير ناشئ واحد او اثنين واثنين ثلاثه اربعه اعاره. الانديه المتوسطه بيبقى بيطلعوا ثلاثه اربع لعيبه عشان ما يشتروش بارقام كبيره يعني. مظبوط. فده جزء من الشغلانه او المنظومه بتاعت المدير الرياضي. احنا في النادي الاهلي قلنا نجربها على مرتين، المره الاولى ان انا انفصل شويه عن قطاع الناشئين، يبقى خاص بالفريق الاول بس، والسكاوتنج والتعاقدات مع اللعيبه، بدل ما مثلا يجي للمدير الفني لاعب
بيضطر يرجع للجنة التخطيط، يضطر يرجع للمشرف الكابتن خطيب، فبتاخد وقت وما بقاش في حسم في القرار. القرار بحسمه أنا وهو في الحال، يعني مجرد إن يجينا اللاعب نتفرج عليه نقتنع بيه. مثلا محتاجين خلال الفترة اللي جاية ثلاث مراكز مثلا أو اثنين ندعم بيهم الفرقة، ونسهل إن احنا نخلص الكلام دوت في وقت قريب. يعني حضرتك مجرد باتفاقك مع مستر كولر بالقرار يتاخد يتم التعاقد فورا على طول؟ اه ان شاء الله بنبلغ مدير التعاقدات خلصنا الموضوع. يعني مدير الرياضي بيمتلك كافة الصلاحيات دي؟ باخدها بالنيابة عن يعني اللي كانت فيها حاجات خاصة مثلا مع كابتن محمود الخطيب، هو وكيلها لي انا واتعامل معاه مباشرة مع كولر. طيب كابتن رمضان، حضرتك بتقول لي على مرحلتين، يعني انت خلاص المرحلة الاولى مدير رياضي فهيبقى اهتماماتك فقط فريق الكورة، ثم المرحلة الثانية بعد ممكن بقى نضم القطاعات اللي هو قطاع الناشئين مثلا دي بعد سنة سنتين لما التجربة تتظهر وتنضم، يعني نشوف بوادر النجاح بتاعها. في نجاح تمام تمام. هل معنى كده الجمهور عنده انطباع انه شوية التعاقدات بتطول؟ يعني مثلا اسم بيتعرف ان الاهل بيفاوضه، وبنعرف طبعا من دايما من المواقع او الميديا الخارجية اللي فيها البلد اللي فيها اللاعب، والجمهور بيقعد ينتظر التعاقد، ممكن يقعد شهر اتنين والتعاقد لا يتم او يتم، او هل الكلام ده خلاص يعني هيبقى ان شاء الله، يعني ان شاء الله هيبقى القرار محسوم. يعني منين السكاوتنج يجيب لنا اللاعب، بنتفرج عليه مع مستر كولر، بناخد القرار بننفذ. يعني تمام بعد، يعني اذا كان حصل عطله قبل كده ان شاء الله مش هتبقى موجوده في الطريق. تمام. هل حضرتك هتقوم بتعديل في الادارات المختلفه، ولا هتشتغل بنفس المجموعه القائمه؟ يعني مثلا تعاقدات كابتن امير توفيق، السكاوتنج كابتن هاني رمزي والمجموعه اللي معاه، ولا الكلام ده تحت الدراسه لسه؟ ولا هو الـ يعني في المرحله ديت هم اللي موجودين معانا؟ تمام. بس يعني تمام. الفتره اللي جايه ما نعرفش هيبقى فيه ايه. تمام.